برضو انت ذكرت هذه نقطه مهمه شديد. على ما اعتقد انه هي برضو عندها علاقه بموضوع الفضول، اللي هي التربيه في البيت ذاتها، اللي هو انت الكلام ده اثناء ما انت بتقول انا قمت فكرت فيه. فهل تعتقد انه هو طريقه تربيتنا نحن في البيوت بتشيل الفضول من الزول اثناء ما هو عنده الفضول، وانه هو بيحاول يشوف، انه هو يحاول يتعلم، انه هو بيحاول يعرف، انه هم ناس البيت بيحاولوا ان هم ياخدوا الفضول ده منه؟ اقعد ساي، ما تهبش، ما تسوي، ما تعمل، ما تطلع، ما تفتح. رايك شنو؟ هي جريمة مشتركة، جريمة مشتركة عند أطراف كتار: الأسرة، المجتمع، المدرسة، الجامعة، بيئة التعليم، النظام بتاع التعليم. بيمارسوا حاجة لغاية ما هو الفضول. أنا عشان كده خطيئة في الحياة الغير مباشرة. بيمارسوا حاجة بتؤدي للناتج النهائي اللي هو موت الفضول. موت الفضول نتيجة جريمة ناس كتار مشتركين فيها. صح كلامك، ما تهبش، اقعد ساي، مش المدرسة، بقى تفكير مبدع، بيحل مسائل المعادلات بسرعة، بيبتكر حاجات كده بتاع ايه ده. شنو انت قاعد تسوي فيه ده؟ انت بتضيع زمنك ساكت، بيلقى ردود زي دي كده. ده شنو اللي انت قاعد تسوي فيه ده؟ بتضيع زمنك ساكت، او شنو سوي لك حاجة تنفعك؟ لانه حاجة دي ما بتنفع. الحاجة دي لقيناها صح، وسمعنا بها كتير. هي دي النتيجة. صح كلامك، مشترك الجريمة دي. يعني عايزة أذكر الشباب إنه again أنت اللي بتصنع الرود ماب بتاعتك. engage في حاجات positive، أدخل social or cultural club، book clubs، sports clubs، art clubs. أشغل نفسك في نهاية يومك المتعب ده، يومك الستريسفول ده، أعمل حاجة creative عشان تنمي الكرياتيف سايد فيك. لأنه لما أنت تاخد بالك من النيجاتيف داي حقك ده، والنيجاتيف الحاجات السلبية اللي حصلت لك اللي خلتك to feel down دي، أعمل حاجة completely different. وبتلقى إنه لما تاخد عقلك وتخده painting ده، بياخد عقلك من النيجاتيف environment دي، بيخدك في حتة positive، بتنمي لك الكرياتيف سايد. بعدك فجأة بتلقى نفسك إنك بتجيك أفكار، يعني innovative ideas بتظهر لك. So it's very important إنك تاخد نفسك. وقبل قلنا ما تسمع مثلاً كلام ولد الجيران وكده. yes، في network حقتك دي ممكن أنت زي ما محمد العبيد قال، أعزل الناس الكويسين اللي بيساعدوك إنك تمشي لقدام. شوف الجروبس اللي هي عندها positive interest حقتك دي، engage معاهم عشان تقدر تعمل حاجة في يومك المتعب ده تنهيه بحاجة positive. دي ممكن أي شاب يحاولها، حاولها مرة مرتين كل أسبوع مثلاً أو أسبوعين. جرب أعمل حاجة مختلفة but positive، يكون فيها active.